عليه وسلم يقاضي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم. يتسلسل لجو صحابي قالت أي الأعمال أحب إلى الله يا نبي الله؟ من يعنى العمل نغيري تخصيطها ربي تبارك وتعالى يطاس إن الصلاة على وقتها زد جد الوقت النس صحابي ثم أي من يعنى من دين غواني الصلاة دي الوقت النس إن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة أن تبر أباك وأمك، أن تطيع أباك وأمك، أتقدر خالي الوالد مش، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله أكبر. زاين نشمر غكبة باش للكافر يمش للكافر ومن شاء وتجيبو ذي مسلمين غاك غاك يوصاش خاصنا رب العالمين ذا سنتهر لي وخا الكفار يجي جنحاشت ومتعتش ما راو مانش تكفر ما راو مانش صل معصيانا رب العالمين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة كذا سنخا. ولكن ما رانا نشكفا وذيني بطع مش يقى أبو هريرة إما سميتوا قبري غير سلم ذي الكافر الناس قوات توسق أرغى الدور في الإسلام مش الناس يا أمة فانشو الله ماذا متعديتها هذا مقرار ريدي مين في ديت خصد ولكن باش الدور خدينين واش وديك واش خدينين الطاع غارب بالعالمين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإذا ما شكار ريم مش مرثو ما تصل معصية مرث ما تسجن حاجتي غضب خسر بالعالمين إن شقوة تكشى غاسر حق لأنه وضي تعرب بذام الزوا ثم تزدعج. إذا طاعة الله عز وجل في طاعة الوالدين الإنسان ينتبه لمثل هذا بارك الله فيه وخذ الكفار هذا سنتقذرخ هذا سنتهلل إلا ما رومانش سلم الكفر سلم عصية وهذا سنتقذويا هذه ثانية ولكن تهل ذيس وسقابوش من قد الكافرة وسقابوش من ذي المشركة شم كذا شم كذا شم كذا وجبود وذا